Bonsoir à toutes et à tous les étudiants de la langue française, deuxième langue du baccalauréat égyptien. Ahlan wa sahlan bikum a'za'ana talabat wa talabat al-thanawiyya al-'amma داخل الوطن الحبيب وخارجه في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفيد جدا مدرسة على الهواء وعلى الهواء مباشرة. امتحان الثانوية العامة الإعداد ليه بدأ من النهاردة، هيبدأ من النهاردة معانا في البرنامج، لأن احنا هنبدأ أول حلقات المراجعة النهائية لريفيزيون فينال. لريفيزيون فينال طبعا حلقات مهمة جدا جدا، طبعا انتوا احرصوا عليها، ويا ريت لما تيجي تقعدوا قدام التلفزيون تقعدوا بورقة وقلم وتسجلوا كل اللي هيتقال، لأنه كلام مهم جدا. امتحان الثانوية العامة 40 بوان، 40 درجة. الامتحان ما هو فيش فيه مفاجآت، الامتحان زي ما انتوا متدربين عليه، والكونتينيو اللي انتوا اخدتوه في السنة الدراسية مفيش خروج اصلا عن المحتوى اللي انتوا عارفينه، لكن احنا هننظم مع بعض شوية حاجات مهمة جدا. امتحان الثانوية العامة se devise cette année en combien de parties هيتقسم السنة دي لـ 3 parties seulement، 3 أجزاء فقط لا غير. كل الكلام ده معروف من أول السنة، يعني معلومة مش جديدة. لكن بالنسبة لمواصفات الورقة الامتحانية، طبعا احنا أنا شخصيا بتوقع، يعني لسه المواصفات ما نزلتش بشكل رسمي، لكن أنا شخصيا بتوقع إن المواصفات هتبقى كالآتي. احنا دلوقتي إن شاء الله هنراجع مع بعض امتحان، والامتحان دوت يا ريت واحنا بنراجع نحط خط تحت كلمة كاليتي اللي هي الجودة في المراجعة، وما نبصش على الكونتيتي. الكونتيتي اللي هي كمية عدد الامتحانات اللي انت راجعتها، يعني عدد الامتحانات مهم، لكن يهمني جدا قبل ما تفكر في الكونتيتي فكر في الكاليتي، فكر في جودة المراجعة. طيب جودة المراجعة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هقولها لك بعد ما اقول لك توقعي انا شخصي مش كلام رسمي عن مواصفات الورقة الامتحانية. احنا عندنا دو دوكيمون، وده مش جديد، يعني وثيقتين، يعني قطعتين فهم. القطعتين فهم دول عليهم اسئلة من متعدد، اختيار من متعدد زي ما احنا متعودين، مفيش اي جديد، الا بس هو انه الدوزيام دوكيمون بدال ما كنتوا بتراجعوا امتحانات فاتت من سنين فاتت انها فري وفو، يعني الصح والغلط، لا توقعي الشخصي ان مش هيكون في صح وغلط السنه دي، لا ده هيكون في اختيار من متعدد في الدو دوكيمون. بالاضافه انه عشان الدرجات هتبقى بتاعه الدوكيمون 12، يعني هتبقى الدوكيمون الاولانيه 6 والدوزيام دوكيمون برضو هتبقى 6 بوان. طيب ده الجزء الاولاني، يعني دي المهاره الاولانيه او الجزء الاول من الامتحان الثانويه العامه الفرنسي 2021. طيب دوزيام بارتي بقى الجزء الثاني، برضو معلومه مش جديده، كلكم عارفين ان الجزء الثاني بيبقى حاجه اسمها سيتويشن. طيب هنختلف في عدد الأسئلة، هو أصلا من بداية السنة ولما عرفنا حكاية إنه مفيش برودكسيون إكريت، يعني إنتاج تحريري، وإحنا مش هتفرق معانا أعداد الأسئلة في أي جزء، لأنه يعني لو كانت السيتياسيون 12 أو 13 أو 14 هي تفرق إيه سؤال أو سؤالين زيادة أو أقل. إحنا المهارة المهم المهارة متدربين عليها، ده وجهة نظري الشخصية، لكن أنا بتوقع إن عدد السيتياسيون المواقف هيكون دوز، يعني إحنا عندنا دوز دوكيمون وعندنا دوز سيتياسيون. طيب في نقطة مهمة جدا عايز ألفت النظر ليها،
هي انه ممكن جدا جدا السنه دي، ممكن جدا لغايه لما تنزل المواصفات بشكل رسمي، ممكن جدا نشوف الاختيارات اكتر من 3 اختيارات، يعني يبقوا 4 اختيارات، ما يبقوش اكتر ولا اقل، يعني ممكن يكونوا 4 اختيارات بدل 3 اختيارات. طب ده ليه؟ ما فيش اي اهداف منه الا انه توسيع بس مدارك الطالب وامكانية ان هو يكون عنده اختيارات اكتر من العدد 3، يكون عنده اختيارات 4، ده افضل طبعا للطالب. الجزء الثالث والاخير عندنا في الاكزاما هو الجزء الخاص باللونج او الجرامير، وطبعا برضو احنا عدد الاسئلة ما كانتش هتفرق معانا، عرفنا انها 16 ولا 15 ولا 14، العدد مش هيفرق، لكن انا برضو بتوقع ان يكون عدد اسئلة الجرامير هتبقى 16، وهناك قلنا دوز ودوز فان كاتر، يبقى كده ال 40 بوان بتاعت الامتحان السنة دي ان شاء الله. ايه بقى حكاية الجودة وايه حكاية الكمية؟ حكاية الكمية انك تراجع امتحانات كتير، وده قلت كويس، ده حاجة كويسة جدا، بس بدون جودة في المراجعة يبقى العدد مش هيفيدك بأي شيء. طيب ايه هي الجودة دي؟ عبارة عن ايه الجودة؟ انك تعرف سبب الاختيار وسبب عدم الاختيار. يعني الجزء الاولاني بتاع الدوكيومون، لما تيجي تختار اجابة لسؤال اعرف انت اخترتها ليه وما اخترتش غيرها ليه. ده هنتدرب عليه ان شاء الله طول الفترة اللي جاية بإذن الله، والمراجعة عندنا هتبقى مهمة جدا ومفيدة جدا جدا، لان احنا هنحطك في الجودة دي، يعني انت هتتعود معانا على جودة المراجعة بمجهود اقل وبروفي اعلى، يعني فايدة اعلى، مجهود اقل وفايدة اعلى. احنا النهاردة هنراجع امتحان بس هنراجعه بجودة. ليه؟ لان احنا هنعرف اسباب كل الاختيارات وعدم الاختيار ايه سببه، ونعرف الاسباب دي هنستنتج لما يجي لنا اسئلة زيها، هنعرف نختار بثقة وباطمئنان ان شاء الله. الامتحان اللي قدامنا هنبدأ بقى، عشان احنا قدامنا قدامنا ساعتين ان شاء الله او اقل شوية، لكن ممكن مناقشاتنا تزيد، فرجاء ورقة وقلم عشان تبدأ تسجل معايا الحاجات المهمة اللي انت ممكن تستنتجها من الامتحان. طيب نبص كده على اللاب ونشوف الامتحان الدوكيومون الاولى بتتكلم عن ايه. بقول ابنائي واحبائي طلبة وطلبات الثانوية العامة انه بالنسبة للدوكيومون من اول دلوقتي اعمل حسابك ان الدوكيومون فيه اشكال للقطعة، وفي اشكال مش ممكن تنتظرها. يعني ايه؟ يعني الشكل اللي قدامنا ده شكل اسمه فورم، نوع من الدوكيومون الوثائق او القطع الفهم اسمها فورم، والفورم باللغة العربية هو منتدى او صفحة يتقابل فيها الاصدقاء لابداء الرأي في قضية، وده طبعا متداول جدا اون فرانس، في فرنسا كل الشباب وكل جميع الاعمار اللي هي الاعمار اللي تقدر تعبر عن نفسها ابتداء من سنكم كده بيبداوا يشتركوا في الفورم. الفورم دي عباره عن صفحه صيغ الويب، بيبقى فيها مشتركين، والادمن بتاع الباج الصفحه دي بيبعت كل اسبوع سؤال او قضية معينة عشان يعرف اراء البارتيسيبون المشتركين في الصفحة ايه في هذه القضية او في هذا السؤال. واديكم امثلة قبل ما اخش في المثال بتاع الدوكيومون بتاع امتحاننا النهاردة، في مثلا موضوعات زي ايه؟ زي للوزير، يعني الانشطة او الاوقات الانشطه اللي انت بتعملها في اوقات الفراغ، كل مشترك بيعبر
هو بيقضي للوزير ازاي وايه الانشطه اللي هو بيعملها، عشان لو زملائه في نفس الصفحه عجبهم اللي بيقولوا ممكن يعملوا زيه، او كلهم يشاركوا بعض في الافكار. ممكن موضوع تاني مثلا عن مثلا في موضوعات كتيرة جدا زي المناخ، مثلا الجو في مصر عامل ايه، طب الجو في فرنسا عامل ايه، طب انت في الفصول بتعمل ايه، طب في الفاكانس بتروح فين وبتعمل ايه، يعني اشياء عامة، موضوعات عامة بياخدوا اراء بعض فيها. في برضو موضوع من الموضوعات اللي عجبتني جدا هو احكي ايه هي احسن لحظات الدراسة في المدرسة وأسوأ لحظات اللي انت قضيتها في المدرسة او في غير المدرسة. فطبعا انا قريت فغام من النوع ده وعجبني جدا جدا اراء كل المشتركين، في منهم كان بيحكي عن لحظات حلوة قضاها في المدرسة، وفي ناس بتحكي عن لحظة وحشة هم شافوها. فبالتالي ده نوع من إبداء الرأي والتعبير بشكل متحضر وبشكل منطقي، في منطق وفي رزانة وفي كمان إقناع لو عندي فكرة معينة مثلا عايز أعبر عنها. فنقرأ مع بعض، تمام، نقرأ مع بعض الدوكيمون. أنا هقرأ لكم كلمة كلمة عشان برضو تكونوا متابعين معايا، إذا كان الدوكيمون واضحة إن شاء الله تكون واضحة بالنسبة لكم. عنوان الدوكيمون اسمها فوغام دي جون. نطق كلمة فوغام بتتقال بالطريقة دي، فوغام، ما تتقالش فوغيم، لا هي اسمها فوغام. وجن انتوا عارفين طبعا ان هو الشباب، بادئ طبعا من السن بتاعكم وقبل سنكم شوية، يعني ممكن نقول من بروميير اني سيكوندير، من اولى ثانوي نقدر نقول نتعامل معاهم على انهم جن. التيتر بتاع الاسبوع ده، كل اسبوع بقضية او بموضوع، الموضوع بتاع الاسبوع ده اسمه او العنوان بيقول كو فو دير بيان مانجي. السؤال يا شطار اللي هو كو فو دير، دي لوحدها معناها ما معنى، يعني انت لو حبيت تعرف معنى كلمة تقول للمسيو بتاعك كو فو دير لو مو مثلا روبا، كو فو دير لو مو فوغام، كو فو دير لو مو مثلا فيستيفال. ده كسؤال بيسأل على معنى كلمة. لكن هنا في الفوغام ده كلمة كو فو دير بيان مانجي يقصد يقول لك انه يعني ازاي يبقى الواحد يظبط عاداته اللي هي عادات الاكل والشرب، يعني ان احنا نكون بناكل كويس، ده يبقى معناه ايه، يبقى انا اعمل ايه عشان يبقى انا اطبق فكرة البيان مانجي. Que fais-tu pour être en forme؟ وطبعا كلكم عارفين ان en forme معناها في اللياقة، في صحته، في يعني استعداد الهيئة بتاعته، صحته تمام، فبنقول عليه ان هو اون فورم. ده مش ديالوج، وانا بقول انه الفورم من الموضوعات المتوقعة في الامتحان ان يجي لي دوكيمون فورم، وممكن في الدوكيمون التانية ممكن يجي لي ميل، واحد باعت لواحد ميل او لاتر بيبعت له بيحكي له عن اشياء. ودول انا بالنسبه لي توقعاتي الشخصيه ان دول بيتحطوا اولويه في الدوكيمون بتاعه الثانويه العامه. طبعا في دوكيمون تانية، طبعا في دوكيمون تانية، بس دول الاولويه من وجهه نظري يعني. طيب ميلاني وجورج والي وماتيلد، دول كاتر بارتيسيبون في الفورم، كل واحد بيبدي رأيه. يعني انت ما تبصش كده على الاسماء على الشمال وتقول ان ده ديالوج، لا ده مش ديالوج، لان الديالوج من ضمن الحاجات اللي هي مش يعني حظها مش وفير، او بمعنى اصح ان هي
مش متوقعة في امتحان الثانوية العامة، أو بمعنى أصح نتمنى إن تطلع المواصفات قريب جدا، وهتشوفوا إن الديالوج مش من ضمن الدوكيمون اللي احنا ننتظرها في امتحان الثانوية العامة. يبقى احنا هنا الأشخاص ديت في فخام، وكل واحد بيقول وجهة نظره. ميلاني بتقول ايه في الموضوع ده؟ بتقول جي برون تخوا غوبا. هقرا لكم بالراحه كده عشان تعرفوا كل كلمه. جي برون تخوا غوبا بار جور افيك ان بون بتي ديجني. طبعا جي برون تخوا غوبا، كلمه غوبا هنا معناها وجبه، كلكم طبعا عارفين. الفيرب بتاع فيرب بروندر، و بار جور دي معناها في اليوم. يبقى جي برون تخوا غوبا بار جور avec un bon petit déjeuner. petit déjeuner دي معناها وجبة الفطار، وممكن نختصرها petit déj لو انتوا عايزين، لكن هي مكتوبة كاملة. طيب un déjeuner complet يقصد بيه déjeuner complet يعني فيه كل العناصر الغذائية اللي انتوا اخدتوها في المنهج وكلكم عارفينها كويس جدا. ايه un dîner léger؟ un dîner léger يعني عشاء خفيف. طيب ده من وجهة نظر ميلاني، يعني كل واحد براحته يعني يقول اللي هو عايزه. Je déteste sauter un repas. شوفوا الجملة دي هي بتقول Je déteste sauter. مين شاطر يقول لي sauter يعني ايه؟ sauter احنا خدناها على فكرة في اليونيتي اون اللي هي لو كلوب دي سبورتيف، وكلمة sauter معناها يقفز، لكن هنا القفز هنا معناها ان انا اسيب وجبة، يعني مثلا اعمل قفزة من الفطار للعشاء او العكس، يعني معنى ان هو ما ياكلش وجبة في النص. سان في با ميغرير، طبعا سان في با ميغرير سا في دير انه ده يعني الواحد مش معنى كده ان انا اكل مثلا ديني، هو يقصد هنا بالديني ليجي اللي هو العشاء الخفيف، ان ده مش هيأثر على صحته ويخس بسببها يعني. جورج بيقول جادور لي بوم فريت، لي بوم فريت كلكم عارفين الفريت البطاطس المحمره. اي لو امبرجر، و امبرجر ليها نطقين اسمها امبرجر وليها نطق تاني اسمه لو امبرجر. في كلتا الحالتين ده اللي هو الهامبرجر اللي كلكم طبعا عارفينه، هو بيفضل الامبرجر. بيقول لي مون بير مو كونساي دو مانجي دو تو لي اليمون. ركزوا قوي قوي في الدو اللي قبل تو لي اليمون عشان دي هتغير المعنى. تاني مون بير مو كونساي دو مانجي، يعني والدي بينصحني. انا طبعا ضد الترجمة على طول الخط، لكن معلش احنا يعني هناخد كده الحلقة دي بتي تابتي كده، وبعد كده ان شاء الله هتكونوا انتوا خدتوا بقى على مراجعة الامتحانات. والدي بينصحني اني اكل دو تو. لو انا قلت تو لي زاليمون هتبقى نصيحة وحشة جدا جدا، ان مون بير مو كونساي دو مانجي تو لي زاليمون، بينصحني ان انا اكل كل الاكلات او كل الوجبات او كل انواع الاطعمه. هنا اليمون معناها الاطعمه طبعا، لا هنا دو تو لي زاليمون يعني جزء من كل الاطعمه. اي دو ني با اوبليي دو مانجي دي فريت، طبعا ان احنا ما ننساش ان احنا يعني ما ننساش ناكل فريت، وبعد باردون دي فروي اي دي ليجوم كوم جو في توجور، يعني هو اصلا بيعمل كده. فعشان كده لما بيقول دو نو با اوبليي دو مانجي دي فروي اي دي ليجوم كوم جو في توجور، يعني بيقول لهم يا جماعه ما تقلقوش انا بعمل كده اصلا قبل ما بابا ينصحني. علي بيقول ايه بقى؟ بور موا il ne faut pas manger entre les repas. دي نصيحة طبية وصحية مهمة جدا جدا، حتى ممكن يعني ان احنا نسمع النصيحة دي في حياتنا الخاصة. يبقى pour moi il ne faut pas manger entre les repas، مش المفروض ناكل في وسط
الوجبات. On doit prendre un yaourt ou un fruit. يعني لو انت حابب ان انت تاكل في وسط الوجبات يبقى تاكل ان يأخت او تاكل ان فخوي. ولو تفتكروا ان في وجبة رابعة احنا هنا بنتكلم عن ان ايجيبت، لكن في ان فرانس الوجبة الرابعة دي اللي هي اسمها لو جوتي، هم بياكلوا فيها الحاجات الخفيفة دي عشان يملوا بيها الفراغ ما بين الغداء والعشاء. يبقى الان يا اخت والان فغوي ان فرانس دي بيسموها وجبه لو غوتي. Je ne mange jamais de gâteau, de bonbon, etc. يعني هو ما بياكلش خالص الجاتو ولا بياكل البونبون، يقصد طبعا البونبون كل الاشياء اللي هي السكريات. ماتيلد بتقول pour bien manger، وانتم ملاحظين ان بيان جت قبل مانجي لجمال الصوت الادفيرب كده، لما بيجي دايما بنجيبه قبل البارتي باسي في الباسي كومبوزي وبنجيبه قبل الانفينيتيف، بيبقى شكله حلو وصوته حلو. ما نقولش بور مانجي بيان، لكن نقول بور بيان مانجي il faut se mettre à table et partager un moment agréable avec la famille. ودي نصيحة انا شخصيا مستريح لها جدا جدا، هي انه لازم يا جماعة لما ناكل، لما نجتمع مع بعض عشان وجبة من الوجبات، يبقى il faut se mettre à table et partager un moment agréable avec la famille. يبقى نكون en famille et non pas avec les copains. بقدر المستطاع، يعني لما تيجي تتغدى او تفطر او تتعشى يبقى يا ريت يبقى اون فامي بقدر المستطاع وليست مع الكوبان مع الاصدقاء. Il ne faut pas manger des bonbons et des طبعا البونبون لما تشوف الجمله دي انه faut pas manger des bonbons et des sucreries، هنا هتلاحظوا ان الدي اس ما اتغيرتش، وانا بعدين هقول لكم ليه، ودي حاجة بره خالص الجرامير بتاعنا خالص خالص، بس عشان انت ما تستغربش ان الدي ليه ما تحولتش، عشان هو بيكمل بعدها باقتراح غير اللي هو بيقوله. يعني هو بيقول ان فو با مانجي دي بونبون اي دي سيكوريري، راح قايل لي فروي اي ليجوم سون تريز امبورتون، يعني بدال البونبون وبدال السيكوريري تقدر تاكل فروي اي ليجيم. عشان كده احنا ما غيرناش الدي بتاعت بونبون وما غيرناش الدي بتاعت سكريري. طبعا الكلام ده ملوش علاقه خالص بالجرامير بتاعنا، احنا الجرامير بتاعنا ما فيهوش النقطه دي، بس انا بقول لكم عشان لو لقيتوا حاجه زي كده في التكست يبقى تعرفوا الملحوظه دي. نيجي للكيستيون الاولاني، وطبعا انا عامل لكم نظام السؤال والدوكيمون قدامنا عشان لما احب اقول لكم الارجيمون بتاعتي وانا بحل الدوكيمون يبقى تعرفوا الاجابه موجوده فين بالظبط. كيستيون 1 بيقول لي سيت ان فوروم سور، يا ترى الفوروم ده على ايه؟ لا بون اليمونتاسيون نيميرو بي، ولا لونيفورم سكولير، ولا سي لسبور اي للوزير. طبعا الجواب بيبان من عنوانه، وخدوا بالكم أسئلة الدوكيمون دايما بتيجي متدرجة، يعني إيه؟ من الأعم فالأخص، يعني السؤال الأولاني والتاني دايما هتلاقيه على شكل الدوكيمون، نوع الدوكيمون، البيرسون اللي عدد البيرسون اللي في الدوكيمون، يعني الحاجات الشكلية، لكن التفاصيل بتبقى في الأسئلة اللي بعدها. طيب الإجابة طبعا كلكم هتقولوا إنها لا بون أليمونتاسيون. شطار قولوا لي السؤال دوت مباشر ولا من زاوي الأسئلة اللي هي ذوات مستويات التفكير العليا. لو بصينا كده لقينا كلمة alimentation في العنوان يبقى ده سؤال مباشر، لكن لو احنا هنفكر ونحسب ونقول
ان الاليمونتاسيون معناها ممكن يبقى معناها كلمة مختلفة عنها شوية، يبقى ده انت فكرت، انت استنتجت، فبيعتبر سؤال من نوع مستويات التفكير العليا. بصوا في العنوان لما اقول لي que veut dire bien manger, que fais-tu، يعني que fais-tu pour être en forme، مفيش ولا حاجة من كلمات العنوان بتدل على الاليمونتاسيون. فطبعا كلمة اليمونتاسيون لازم تكون عارفها كويس جدا، معناها الأطعمة، وهو ده بيساوي طبعا العنوان. دوزيام كيستيون، pour Mélanie pour être en forme c'est important de، pour Mélanie pour être en forme c'est important de، عندي sauter un repas ولا manger entre les repas ولا prendre les trois repas. كلكم طبعا هتقولوا الريبونس اللي هي نيميرو 3. ليه بقى؟ لان انتوا لو رجعتوا لميلاني هي هتقول بالنص، هي بتقول بالنص je déteste sauter un repas، هي نفسها مش حابه انها ايه، انها تفوت ربا من غير ما يعني تاكل في الوجبه دي. وكمان عندنا اللي هي prendre les trois repas، هي عدت الربا اللي هي بتاكلها او بتاخدها بتتناولها، هم 3 ربا زي ما انتوا شفتوا. question numéro 3 بيقول لي الي كونساي دو، يبقى احنا دلوقتي قدام الافي او الاوبينيون بتاع علي. فطبعا علي لما يتكلم ويقول يا ترى النصيحه بتاعته مونجي دي بونبون ولا مونجي دي جاتو ولا بروندر ان ياورت. بصوا كده في الكلام بتاع علي بيقول ايه، بيقول بور موا il ne faut pas manger entre le repas. يبقى هو بينصح ان هو لو قلنا manger des bonbons او manger des gâteaux، هو علي ما قالش كده بدليل انه في الكلام بتاعه بيقول ايه، بيقول on doit prendre un yaourt، خدوا بالكم اهو، et un fruit. يبقى ما جابش سيرة الفروي، جاب الياورت، تبقى الاجابة ايه؟ الاجابة عندنا prendre un yaourt. question numéro 4 Georges aime bien، طبعا جورج واضح قدامنا، اول كلمه بيقولها بيقول j'adore les pommes frites et le hamburger. طبعا دي سؤال مباشر جدا مش محتاج اي تفكير عالي ولا حاجه. question numéro 5 بيقول لي selon Mathilde il faut، طبعا كلمة سلون هنا معناها بالنسبة لماتيلد أو بالنسبة لرأي ماتيلد، il faut manger يا ترى seul ولا avec la famille ولا avec les copains. طبعا ماتيلد لو تفتكروا وأنا بقول لكم أكتر نصيحة عجبتني هي إنها بتنصح إن يكون في بارتاج أتابل entre la famille عشان يبقى الامبيونس بتاع الامبيونس بتاع الفامي كلها وهم بياكلوا بيبقى بوزيتيف، وده طبعا بيخلي الناس كلها اون فورم. فطبعا الريبونس بتاعتنا اللي هي افيك لا فامي. الكيستيون الاخير بقى، لان احنا اتفقنا ان الدوكيمون الاولى سي كيستيون بس، فهنقول ماتيلد ام مانجي دو لا فياند. انتوا لاحظتوا اللي في الاختيارات بتاعتنا ثلاث اختيارات بس، طبعا انا تعمدت ان انا احطهم ثلاث اختيارات بس عشان اقول لكم الثلاث اختيارات والاربع اختيارات الموضوع ما يفرقش في العدد، ولكن يفرق قلنا في الكاليتي. وكمان لما تنزل المواصفات ان شاء الله بشكل رسمي مع الزميلة المتميزة تنيار الألفي إن شاء الله الحلقة اللي جاية، هتلاقوا الامتحانات اللي احنا هننزلها بعد كده وهنشتغلها معكم بعد كده، هتبقى فيها الامتحانات بالأربع اختيارات كاملة إن شاء الله. ماتيلد ام مانجي دو لا فياند؟ وي نو جون سي با.
طبعا حكاية جون سيبا دي ناخد بالنا منها كويس جدا جدا جدا. امتى اختار جون سيبا وامتى ما اختارهاش؟ يعني يا ريت نفكر كده مع بعض. انا عندي اختيارات فيها حاجات موجودة في الدوكيومون وحاجات مش موجودة، وفي كمان كلمة جون سيبا. عشان يبقى اجابتك مظبوطة يبقى جون سيبا لم يذكر عن هذا السؤال او عن هذه المعلومة اي شيء في الدوكيومون، يبقى ساعتها هقول اللي هو ايه، اللي هو جون سيبا معرفش. حتى لو في معلومات يعتقد البعض من المعلومات دي ان هو يفهم ان هو يكون اختيار غير جون سيبا. انا هوريكم دلوقتي دليل على الموضوع دوت، نرجع مع بعض ونشوف السؤال بيقول ايه. بيقول ماتيلد ام مانجي دو لا فيوند، وي نو جون سيبا. طب تعال نروح لماتيلد. ماتيلد بتقول ايه؟ بتقول بور بيان مانجي il faut se mettre à table et partager un moment agréable avec la famille et non pas avec les copains. خلاص الكلام ده. il ne faut pas manger de bonbons et des sucreries. les fruits et légumes sont très importants. هي ما ذكرتش حاجه خالص عن الفيوند. ما اقدرش ساعتها اقول لوي ولا نو. يجي طالب يقول ايه، طب هو ما فيش حد، هو في حد ما بياكلش اللحمة مثلا، او مثلا معظم الناس بتاكل اللحمة، فاكيد هي هتاكل اللحمة او اكيد هي بتحب اللحمة، فبالتالي نقول وي. انا هقول له نو، ما ينفعش كده، لانه لم يذكر شيء لا من قريب ولا من بعيد اي شيء عن الفيوند. فعشان كده بقلب جامد لازم نعمل ايه، نعلم على جون سيبا. نخش بقى على الدوكيمون، الدوزيام دوكيمون. والدوزيام دوكيمون شكلها زي ما احنا اتفقنا يا شطار ان ديت نوع تاني غير الفورم. طب شكله ايه؟ شكل الدوكيمون دي ايه؟ شكلها انها ميل مكتوب واحد بعته، او لتر او جواب عادي، او مساج رسالة حد بعتها اسمه أليكس داكور، بعتها ل سا جران مير. طبعا بيقول لها شير جران مير سالو كومون سافا. معقوله بيقول لسا جران مير كومون سافا ما يقولهاش فو مثلا؟ ما هو في الاثنين، في نوعين، في نوعين من الناس. في ناس بتتكلم بالفوفوامو جوه الاسر، يعني مثلا يقول لبابا فو، يقول لمامته فو. وفي اسر تانيه بيعمل التوتوامون، يعني بيكلم بابا بتو او بيكلم مامته بتو او حتى لجران بارون. فعشان كده الموضوع ده مش مستغرب، عادي يعني. فبيقول لها سالو كومون سافا، مي بارون اي موا نو سوم تري كونتونت داكور ا باري. طبعا كونتونت اللي هي المفروض مي بارون اي موا، هنا اليكس والبارون مش هينفع طبعا، يبقى في ميناه يبقى ماسكولان، يبقى تري كونتون ا باري. il fait beau et le climat est très agréable au mois de juillet. طبعا هو بيحكي دلوقتي عن الكليما. فين الكليما ده؟ في باري. فبيقول باري est une des plus belles villes du monde. طبعا كلكم عارفين لما نقول une دي بلو بيل يبقى دي واحدة من أجمل، تمام؟ سواء شفتوها إن أو شفتوها لون، طبعا هتشوفوها لون كتير، يبقى لون ها دي بلو بيل. فلو شفتوها إن أو لون هي معناها واحد. طيب la vie est très intéressante. الحياة طبعا شيقة جدا وممتعة جدا. il y a beaucoup de lieux touristiques. وطبعا ال lieux touristiques عندنا هنا en Égypte les lieux touristiques comme les pyramides, le musée, le grand musée, le musée de la civilisation, Luxor, Aswan. كل دول اسمهم lieux touristiques، يعني الأماكن السياحية. hier nous sommes arrivés à la gare de Lyon.
Et puis, on est allé à la tour Eiffel. طبعا هنا في معلومتين، ان هو وصلوا الاول على جار دو ليون وبعد كده راحوا لا تور ايفيل. Nous sommes montés au troisième étage. خدوا بالكم في المعلومات اللي ما بين السطور، عشان بس ايه تفهموا الكيستيون بيتعمل ازاي. هنا عندنا في عندنا لا جار دو ليون، وكلمة جار يا شطار كلكم عارفين انها محطة القطار واخدة اسم مدينة ليون في فرنسا، فخدوا بالكم من الحتة دي. تاني حاجة عندنا لما بيقول nous sommes montés au troisième étage pour voir tout Paris، طبعا troisième étage الدور الثالث في la tour Eiffel، محدش هيقدر يقف هنا ويسألك هو la tour Eiffel combien d'étages، كم دور. طول ما المعلومة مش موجودة في الدوكيومون عمره ما هيسألك عن معلومات من بره. يعني حتى اقول لكم لدرجة ايه، لدرجة انه ما ينفعش يقول لك هو عدد الاهرامات كام في مصر مثلا، او عدد الاهرامات الجيزة كام، الا اذا كانت موجودة في الدوكيومون لازم يكون ذاكرها في الدوكيومون. وانا هقول لكم ليه بعد كده لما نشوف الاسئلة. فهنا نقول ايه بقى، او تروازيام ايتاج pour voir tout Paris. Ensuite, on a décidé de visiter le musée du Louvre. طبعا هم خلاص décidé de visiter le musée du Louvre. À 4 heures, nous sommes rentrés dans Alex. طيب، تعال نشوف الكيستيون الأولاني. بيقول إيه الكيستيون الأولاني؟ Alex écrit ce message à un ami parisien ولا à son professeur ولا à un membre de famille. طبعا لو قال لك à sa grand-mère يبقى ده سؤال مباشر، مش مباشر بس، لا ده مباشر جدا ومش مستحب. ليه؟ لانه المعلومة اول سطر ومن الشكليات بتاعت الدوكيومون ان مين بعت لمين، فهنا grand parent ويسألك على grand او الجرامير ويسألك على grand-mère، لا هتبقى يجي السؤال بشكل يعني في يعني تأني شوية او في يعني تفكير شوية، فيغير لك كلمة جرام مير دي بدل ما يجيبها لك في الاختيارات جاب لك مكانها ان مومبر دو فامي، يعني حد من اعضاء الاسرة اللي هي الجرام مير دي. طبعا الاجابة المظبوطة. أليكس اكري سو ميساج en été ولا au printemps ولا en hiver. طبعا لو جينا بصينا في الدوكيومون هو هيقول لك ايتي، صعب صعب جدا يقول لك ايتي. هل هيقول لك au printemps؟ صعب جدا. هل ايفير؟ صعب جدا. ما ممكن يقول ايه يا شطار؟ ممكن يقول الشهور اللي انت هتستنتجها ان ديت في فصل ايه، وما يجيبلكش كمان مثلا شهر من الشهور في الدوكيومون يكون مثلا ما بين اتنين سيزون، يعني كده ايه يعني مقسوم نصين. ما احنا عارفين ان في شهر بيبقى مقسوم العشر ايام الاخرانيين فيه بيعتبر بداية سيزون، والعشرين يوم الاولانيين نهاية سيزون، وكلنا عارفين الكلام ده. يعني مثلا اديكوا اكزامبل، يعني شهر ديسمبر، شهر ديسمبر لغاية عشرين فيه ما زلنا احنا في في الاوتون، وبداية من ال 21 ديسمبر واحنا ماشيين بيبدأ الايفير. فلما بيجي يسأل بقى معلومات زي كده ما يحطكش في مشكلة زي كده، لكن يبعدك عن الشهور الاخيرة زي ما انت هتشوف دلوقتي في الدوكيومون. الشهر اللي ذاكره ذاكر شهر جويه. يقول لك ايه؟ يقول لك مي بارون اي موا نو سوم très content à Paris, il fait beau et le climat est très agréable au mois de juillet. يبقى هنا بعدك خالص خالص عن بدايات ونهايات الايه الفصول. يبقى جويه خلاص عرفنا جويه هيبقى فين؟ هيبقى في اونيتي. question 3 اللي هو 10 يقول Alex parle de la ville de، وهنا
زي ما انا فهمتكم ان هنا في لعبه شويه في الدوكيمون. هنا يقول لك باري، يعني il parle de la ville de Paris ولا ليون ولا مارسي. اكيد طبعا الموضوع مش صعب لان هو طول الدوكيمون بيتكلم عن باري، بس هو في هنا كلمه ليون لو حد بيمشي كده بالشبه يعني، وده احنا ما بنحبوش ان هو يعمل كده، ان هو بيبص كده بيقول جارد ليون، ده في كلمه ليون، يبقى اكيد برضو بيتكلم عن كلمه ليون، عن مدينه ليون، فهيختار مدينه ليون. طبعا دي مش مدينه ليون، لا هي ايه، هي جارد ليون، دي محطه قطر في باريس، تعتبر المحطه الرئيسيه، محطه القطار الرئيسيه في باريس. فعشان كده اللي حط الدوكيمون حاول يقول لك لا اوعى تفتكر ان ليون دي هي مدينه ليون، لا دي محطه. يبقى اذا الكلام عن مين؟ عن باريس مش عن ليون. question suivante، بيقول لي Alex trouve le climat وبعدين en juillet. يا ترى هو Alex يعني شايف ان الكليما ايه في جويليه، بو ولا فخوا ولا شو؟ طب هو قال صراحة، بصراحة هو قال صراحة، يعني هو قال صراحة ان هو بو، فبالتالي اقول الفي بو واضحة جدا اهي، فده سؤال من الأسئلة المباشرة. question suivante، بيقول لي de la tour Eiffel on peut voir، يعني من فوق la tour Eiffel نقدر نشوف la Seine seulement ولا le Louvre seulement ولا on peut voir tout. طبعا الإجابة زي ما هو قايل في النص بالظبط، قايل يعني ان هم بيطلعوا لا تور ايفيل، يعني نو سومز الي على تور ايفيل، نو سوم مونتي او تخوازيام ايتاج كي اي لو ديرنيي، هو تخوازيام هنا اللي هو بيعتبر ايه يا شطار، اللي هو اخر دور، اللي هو تخوازيام ايتاج ده اللي هو كي اي لو ديرنيي بور فوار تو باري. وبعد كده هم قرروا ان هم يروحوا ايه، يروحوا متحف اللوفر. طيب هنا التروازيام لا كيستيون سويفونت، لما يقول لي او التروازيام او السيزيام كيستيون باردون، بيقول لي لا تور ايفيل سو كومبوز دو، وده فيرب مهم جدا يا ريت تكتبوه، اسمه فيرب سو كومبوزي، يعني بيتكون من. طيب ايه يا شطار الافعال اللي هي بتساوي الفيرب ده؟ تعال نبص مع بعض، يا ريت نبص مع بعض على الداتا. ده فيرب اسمه سو كومبوزي دو، بيساوي فيرب كومبروندر، عشان ما تستغربوش، بس كومبروندر ما بيجيش بعده دو، يعني احنا هنا هعمل لك بلوس كده عشان تعرف ان سو كومبوزي عايز دو، لكن كومبروندر مش عايز، ده على طول ديركت، يعني فعل يديك على طول السي او دي، يعني هنا بلس سي او دي على طول كده. وبعدين بيساوي ايه تاني؟ بيساوي فيرب اسمه ايه؟ كونتينير. ده اخو مين يا شطار؟ اخو فيرب فينير، يعني اللي عارف فيرب فينير هيعرف تصريف كونتينير. طب كونتينير بلس ايه بقى؟ كونتيان دو. يبقى هنا في عندي سو كومبوزي دو، وعندي كونتينير دو، لكن كومبروندر لا. اكتبوا الثلاث افعال دول ضروري، بمعنى ايه؟ بمعنى يتكون من او يتالف من. فلما نيجي نوصف مكان هنقول المكان ده بيتكون من كذا وكذا وكذا، زي ما انتم شايفين كده في الكيستيون اللي هو نيميرو 13، بيقول لا تور ايفيل سو كومبوز دو، كم ايتاج يا ترى؟ دوز ايتاج ولا تخواز ايتاج ولا كاتر ايتاج؟ لما تيجوا تبصوا هيقول لا، طب ما المسيو كان بيقول لنا انه عمره ما هيسالنا، يعني في طلبه سامعاني دلوقتي مش عارفه لا تور ايفيل هي بتشوفه بس في التلفزيون وبتشوفه في المداي اللي هم بيشتروها، لكن مش عارفين جوه هم كام دور، لان هم ما طلعوش البرج وما شافوش الادوار اللي فيه. فبالتالي طلبه تتخوف تقول ده ما صح،
هو هيسألني على الأدوار إزاي؟ ده أنا معرفش أصلا التو غيفال دوت كام دور. لا هقول لك المعلومة اللي زي كده، عمره ما هيسألك عن الأدوار اللي موجودة في لاتو غيفال أو في أي معلومة إن كانت عن أي شيء إلا إذا ذكرها في النص صراحة. طب مين يقول لي إيه هي الجملة أو الكلمة اللي ذكرها بتقول إن التو غيفال ده تخواز إتاج سولمون، موجودة بعد كلمة تخوازيام إتاج اللي هو السطر اللي قبل القبل الأخير اللي هو أو تخوازيام إتاج آخر السطر كيي لو ديرنييه اللي هو بيعتبر إيه؟ بيعتبر آخر دور في برج إيفل. يبقى لو ديرنييه بور فوار تو باري، عشان يشوف كل باري. وطبعا اللي هيروح فيكم باري إن شاء الله ويطلع آخر دور اللي هو الدور الثالث، فعلا 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 هيشوف باري كلها بدون أي إكزاجيراسيون، بدون أي مبالغة. طيب يبقى الإجابة هنا عندنا التخوا، لأنه زي ما احنا قلنا في النص الإجابة واضحة جدا. طيب نيجي بقى للكيستيون الأولاني في الجرامير. كده احنا حلينا مع بعض الدو دوكيمون ب الدوز كيستيون بتاعت الدو دوكيمون. احنا هنا عندنا الدوزيام بارتي اللي هو الجرامير، بيقول لي شوازيسي لا بون ريبونس. كام شوا؟ 3 ولا كام؟ لا انا بتوقع ان هم هيكونوا 4 شوا، هيبقى 4 اختيارات مش 3 على فكرة، مش بس في الجرامير، لا لا ده هيكون في كل الامتحان، يعني كل الامتحانات دوكيمون والسيتواسيون والجرامير كله هيكون 4 اختيارات، ده توقعي الشخصي. طيب اول كيستيون بيقول لي ايه؟ بيقول لي طبعا ده مش جرامير، ده الجزء اللي هو بتاع السيتواسيون. بيقول ايه بقى الجزء بتاع السيتواسيون ده؟ هيكون فيه 12، ركزوا معايا، هيكون فيه 12 كيستيون. انا مي فو دوموند ce que l'entraîneur fait, vous dites. Tenez, un ami vous demande ce que l'entraîneur fait, vous dites. هنا عشان نجاوب على الجزء ده بشكل مريح، يا ريت كلنا نعرف ايه هو السيتواسيون، مين بيكلم مين، ومين اللي المفروض هو اللي يقول الجملة، لان ده مهم جدا. انت تسأل هو يسأل، انت سألت هو يجاوب، كل الكلام ده انتوا على فكرة متعودين على النوع ده بقالكم 3 سنين، فالموضوع ما هوش جديد بالنسبة لكم. واحنا هنا في جميع الحلقات بتاعت البرنامج في كل الفترات او السنين اللي فاتت كنا بنأكد على حكاية مين اللي قال ومين اللي بيتقال له ومين اللي بيسأل ومين اللي بيتسأل. فنركز نقول مين اللي هيقول في النهاية، مين اللي هيقول الجملة. يا ترى il entraîne les joueurs ولا il encourage son équipe ولا il marque des buts. طبعا لما انا اقول il entraîne les joueurs دي مهنته، لما انا اسأل الانترينور في كوا بيشتغل ايه، ما هو في هنا معناها بيشتغل ايه، فمفيش حد بيشتغل هيقول لي في طالب يقول لي ايه، يقول لي طب ما هو il encourage son équipe، ما هو بيشجع النادي بتاعه. ماشي بيشجع، بس دي مش مهنة، يعني دي مش مهنته ان هو يشجع، لكن انا اختار المهنة بتاعته. يبقى المهنة بتاعته اللي هو ايه يا شطار؟ اللي هو il entraîne les joueurs. طيب question 15 بيقول لي vous acceptez l'invitation de votre ami à la campagne؟ vous dites. انا دلوقتي هعمل اكسبتي، انا خلاص هوافق. هوافق على ايه؟ يعني vous acceptez l'invitation de votre ami à la campagne. هقول له ايه لما وافق؟ هو دعاني في الكومباني، اقول له ايه؟ هقول له la campagne c'est ennuyeux، وطبعا ennuyeux ده adjectif من verb s'ennuire، وده معناه ممل. هنا ennuyeux ده صفة معناها ان حد زهقان من شيء او من شخص، ممكن نقول c'est ennuyeux. طيب je déteste la campagne،
ولا سي جينيال. هنا ما فيش، الطالب يقول لي ايه، طب يا مسيو ما فيش هنا كلمة داكور ولا جاكسبت تون انفيتاسيون مثلا. لا ما هو ما فيش، بس في ما يدل على ان هو موافق. ما هو ما فيش حد هيوافق ويقول سي تونويو مثلا، ولا في حد هيوافق يقول لك جو ديتست، لكن هي سي جينيال الإجابة طبعا المظبوطة. نيميرو 16، le boulanger vous demande ce que vous voulez. انت واقف في المخبز وبتشتري عيش، فانت الراجل بيسألك حضرتك عايز ايه، انت المفروض تقول ايه بقى؟ هتقول له دو باجيت ولا دو كيلو دو بوم ولا دو لتر دو لي؟ لا ده سؤال سهل قوي، لسبب، لان انت اخدت في وحدة من الوحدات الاليمون لو فاكرين، والاليمون اخدنا فيها الغيون اللي موجودة في السوبر مارشي او في الجران ماجازان. طبعا طالما نسمع كلمة بولانجري من غير ما نتردد هنكون يا اما كلمة باجيت او حد يقول لي كلمة تانية. ما احنا ما هو ممكن جدا جدا يكون في كلام بديل، نشوف مثلا على الداتا نشوف ايه ممكن بدل الباجيت. طبعا عندنا دو بان اللي هو دي، لو قال لي دو بان اوكي تمام، لو قال لي باجيت تمام. حتى لو كرواسون، كلكم عارفين دي كرواسون، لو قال لي دي كرواسون برضو هيبقى في البولانجري، مش ضروري بان ولا باجيت، ممكن يكون كرواسون. طبعا هنقول دو باجيت لان هي الوحيده اللي موجوده تنفع للبولانجري. والكيستيون اللي بعده بيقول لي فوتر امي فو دوموند، فوتر امي فو دوموند سو كو فو ايمي فير à la ferme. كل الناس عارفة la ferme معناها ايه؟ la ferme معناها المزرعة. خدوا بالكم المزرعة غير la campagne. ايه الفرق؟ ال campagne يا جماعة ده c'est un endroit ouvert، ده مكان ouvert يعني مكان مفتوح، يعني تقدر تشوف فيه الفلوف النهر، تقدر تشوف فيه الكنال، تقدر تشوف فيه الكنال. يعني على فكرة الكنال مش القناة، يعني قناة زي قناة السويس، هو الكنال اون فرونسي تمشي على اي مجرى مائي، يعني اي مجرى مائي نقول عليه كنال، فيمشي على المية العذبة ويمشي على المية المالحة. فهنا نقدر نقول في الكومباني ممكن نشوف الكنال، وممكن نشوف كمان الشون، وممكن نشوف ليزانيمو، وممكن نشوف حاجات كتيرة جدا. لكن في الفيرم مش هتلاقي فيه كنال، ممكن ما تلاقيش فيه شان، لان الفيرم ده ايه؟ الفيرم ده مكان يعني متصور، يعني متحدد. فعشان كده لما نيجي نختار هنقول ايه؟ هنقول جيم لو كالم اي لير بيور. هو بيسالني كاس كو فو او سو كو فو ايمي فير، اللي انت هتعمله في الفيرم، يبقى اللي انت ايه الانشطه اللي انت هتعملها في الفيرم؟ ده بعيد خالص عن جيم لو كالم اي لير بيور، وكمان بعيد خالص عن السكي، لان السكي بنعملها فين يا شطار؟ لو حد قاعد معايا متابعني حد يقول لي السكي بنعملها فين؟ هل بنعملها في الكومباني ولا بنعملها في المونتاني ولا بنعملها في الديزير ولا في الفيرم ولا فين؟ طبعا كل اللي قاعد سامعني ومتابع معايا قال لي انها بتتعمل في المونتاني. وكل الناس، انا برضو هقول المعلومة دي عشان مهمة، بصوا معايا كده على الداتا شو. احنا عندنا هنا كلمة مونتاني، لا مونتاني يا شطار، وفي لو مون، في فرق ما بين الاتنين، يبقى كلمة مون وفي مونتاني. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ مونتاني دي منطقة جبلية، منطقة جبلية. من يا ريت ما نقارنش، ما نقارنش بالمونتاني عندنا في الدول العربية والدول الأفريقية، ولا مونتاني في الدول الأوروبية. ليه؟ لأن لا مونتاني في الدول الأوروبية ده ديستيناسيون
سياحي مهم جدا، بيتعمل فيه أنشطة رياضية زي السكي زي ما انتوا والليج وكل ده. ده في المونتاني، احنا ما عندناش الكلام ده. يمكن في عندنا في سانت كاترين بس مش بالإمكانيات بتاعة المونتاني. كل الناس في أوروبا في أجازة الشتاء، أجازة نص السنة يعني، بيروحوا يقضوا 15 جو 15 يوم في المونتاني. والمونتاني في فرنس دي دايما بتبقى في الجنوب الشرقي، يعني في ناحية غرنوبل، بيبقى فيه هناك مناطق لتزحلق على الجليد عشان يستمتعوا بالأجازة. أما لومون ده جبل صخري، بيبقى جبل صخري يعني ما ينفعش فيه أي أنشطة إلا نشاط واحد بس. مين شاطر يقوله؟ يعني لومون ده ينفع فيه إيه؟ ينفع فيه حاجة اسمها الإسكالاد، وكلكم عارفين الرياضة بتاعت إيه؟ بتاعت التسلق، الإسكالاد. لكن لا مونتاني بنعمل فيها إيه؟ بنعمل فيها دي سكي. نيجي نختار الإجابة، هنلاقي نفسنا عملنا جيم دوني أمانجي أوز أنيمو. ده النشاط اللي أنا أقدر أعمله في الفعل. طيب question suivante، بيقول لي votre ami veut acheter des poissons. انتبه ان في فرق ما بين كلمتين، ونرجع تاني معلش احنا هنتعب المخرج الجميل بتاعنا ونقول بواسون، ادي بواسون اهي، داكور بواسون، وفي بواسون. يبقى بواسون بواسون الاول، بواسون، وفي بواسون. ايه الفرق ما بينهم؟ طبعا ده يا جماعه ده السمك، وده ايه يا شطار؟ ده اللي هو المشروبات. يعني يا ريت تنتبه للحته زي كده عشان ممكن ما تاخدش بالك ويحصل فيه يجيبك مثلا ثلاث اختيارات، والثلاث اختيارات لو فيهم المجال ده اكيد هتلاقي في اختيار من الاختيارات حاطط لك بواسون، البواسون مع البواسون، هيشوفك واخد بالك من الفرق ما بين الاثنين ولا لا. والفرق هنا طبعا انت عارف في فرق جراماتيكال، ان البواسون هنا ماسكولان دي بواسون، لكن البواسون هنا فيمينا، يبقى نقول عليه ايه؟ اون بواسون. ده فرق جراماتيكال، وطبعا الفرق الاورتوغراف معروف، البي والبي، يعني فاهمين ازاي؟ فطبعا في فرق. فبيقول لي هنا في الامتحان بيقول لي فوتر امي فو اشتي دي بواسون، فو لوي ديت، هتقول له ايه؟ va au rayon des produits laitiers، ولا va au rayon des produits de la mer، وممكن برضه نقول عليها في بروي دو، يعني زي فروي دو مير كده، يبقى برودوي دو مير او دو لا مير، ونقول va au rayon des légumes. طبعا البواسون موجود في البرودوي يا شطار دو لا مير، لانه الاولاني المنتجات الالبان، والاخير دوت اللي هو الخضار، ولو ضفنا كلمه فروي هتبقى الخضار والفاكهه. الكيستيون سويفونت بيقول لي ايه؟ بيقول لي votre ami vous demande، تاني votre ami vous demande quand vous dînez vous dites، هو بيسالك لما انت بتتعشى. تاني votre ami vous demande quand vous dînez، بتتعشى امتى؟ فانت هترد عليه، خد بالك احنا عندنا كان، فالكان هنا لازم نكون مرتبطين بإجابة الكان. لو قال لي او هكون مرتبط بإجابة الاو، يعني الكيستيون واضح جدا جدا. فبالتالي طالما في كان يبقى على طول اقول افانتور، مش هيبقى او ريستوران ولا افيك مي بارون. كيستيون سويفونت، طبعا انت شفتوا طبعا الاجابه. قبل ما نقول هنقول فو انفورمي، وهنا برضو كويس ان احنا في المراجعات ديت هنسجل مع بعض حاجات انا متاكد انها هتفرق معاكم في الامتحان، ومن ضمن الحاجات دي الفيرب اللي انا هديه لكم دلوقتي. بصوا كده معايا، في فيرب اسمه ايه؟ اسمه انفورمي. ده فيرب اسمه ايه؟ اسمه انفورمي.
وفي فيرب اسمه سان فورمي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يعني ان فورمي وسان فورمي، الفرق بس اللي هو السو، يغير لك الاجابه 180 درجه. الفيرب ده اللي هو انفورمي وفيرب سان فورمي، لما اقول انفورمي يا شطار اقول انفورمي كيلكان. يعني ايه انفورمي كيلكان؟ يعني انا ببلغ شخص معلومه. طيب لو سان فورمي يبقى سان فورمي دو كيلك شوز، يعني انا ايه؟ يعني انا بستعلم عن شيء، انا بستعلم عن شيء. وممكن اقول سان فورمي دو كيلكان، يعني انا بستعلم من شخص، يعني انا بطرح له سؤال. يبقى الشكل اللي انا عايز اقوله ان الشكل بتاع الجملة في كلمة انفورمي لو جات لك في سيتياسيون في اي موقف اعرف ان دي اجابة. تاني اهي هقولها لك اهي، اكتبها اكتبها معايا بنفس النص وبنفس الشكل. يبقى لما يقول لك انفورمي يبقى اعرف ان دي فراز افيرماتيف، يعني دي ايه؟ دي اجابة، يعني إجابة مش سؤال. يبقى دي اون ريبونس. بعد كده في سان فورمي، سان فورمي دي اعرف ان عشان اعمل سان فورمي لازم يتعمل ايه؟ يتعمل كيستيون. هنترجم كل كلمة عشان الناس كلها تكون يعني فاهمة. كلمة انفورمي يعني يبلغ، يعني أنا ببلغ معلومة. لما أقول جان فورم، لما أقول جان فورم أنا ببلغ حد، يبقى اللي أنا هقوله ده تبقى إجابة أو جملة عادية. اون فراز افيرماتيف، خلاص يبقى جملة مثبتة او حتى نيجاتيف مش مهم، بس ما يكونش كيستيون. لكن سان فورمي ده يبقى انا هعمل ايه؟ انا هعمل كيستيون. لما يقول لي كلكان سان فورم، حد بيستعلم، يبقى الاختيار اللي هيختاره تمام او اللي انت هتختاره لازم يكون ايه؟ اعرف ان الشخص دوت اللي هيقول كيستيون، اما ان فورمي هيقول اون ريبونس. فلما نقول كده مع بعض الكيستيون بيقول ايه؟ بيقول لي فو فو انفورمي. يلا بقى الشطار اللي يعني متابعيني، يعني في ناس متابعيني لسه، ناس بتتصل من السعوديه دلوقتي وطالبين بعض الحاجات هوضحها. احنا يعني مهم جدا تكونوا متابعيني في كل التفاصيل. لما اقول فو فو انفورمي سور la matière d'une chemise، يبقى انا عملت ايه يا شطار؟ انا نفسي هقول لك فو فو، بقول لك حضرتك فو فو انفورمي سور لا ماتيير دون شميز، يبقى انا اللي انا عملته ايه؟ ان انا سالت عن الماده الخام بتاعت القميص. وهو بيقول يشرح لي كده، هو بيقول لي انت سالت عن الماده الخام بتاعت القميص. طب انا عرفت ازاي ان اللي صدر مني سؤال ان هو جاب لي قال لي فو فو انفورمي؟ طب انا عرفت منين برضو تاني؟ لان فو فو دي تصريف فيرب انفورمي، ده فيرب برونومينال، ده تصريف فعل ذو ضميرين كلنا عارفينه، بنسميه ذو ضميرين، هو فيرب برونومينال بيبقى فو فو انفورمي. طيب يا شطار لما يقول لي بقى فو ديت، قول بقى اللي قلته. ما هو بيقول لي فو ديت، قول اللي انت قلته كسؤال. فبالتالي هيقول كومبيان كوت سيت شوميز، ولا دو كيل كولور اي سيت شوميز، ولا اون كوا اي سيت شوميز. خلينا بقى مركزين دقيقة واحدة او 15 ثانية بس. هنا ما ركزش في حكاية فو فو انفورمي لان جاب لي الثلاث اختيارات كيستيون. ما ركز في ايه؟ هو ركز في الشوميز، في الماتيير، الماتيير دون شميز. الماتيير دي اللي هي ايه شطار؟ اللي هي المادة الخام. فالمادة الخام عمرها ما تكون كومبيان كوت، ولا عمرها ما تكون دو كيل كولور، لكن هتكون ايه؟ هتكون اون كوا. والسؤال ده سجلوه عندكم، بيسأل عن المادة الخام. كلمة اون كوا يعني من اي شيء ايه؟ ست شميز. طيب
لو حبيت بقى اختبر الطالب في كلمة فوفوز انفورمي، انا كنت اديت له ثلاث اختيارات عاملين ازاي او الاربع اختيارات، كنت اديت له ثلاث اختيارات اجابات عادية وجبت له كيستيون، يبقى يعرف ان انا مركز في الكيستيون او مركز في حتة الفيرب اللي هو سانفورمي، يبقى الاجابة المظبوطة اللي هي اون كوا اي سيت شيميز. كيستيون سويفونت بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا مي سان فورم سور، هنا بقى بيقول لي انا مي سان فورم، يعني الصديق ده بيسأل بقى، هو دلوقتي سان فورم يعني بيسأل سور سو كيليا دون لا بيبليوتيك، هو في ايه في البيبليوتيك؟ هقول له ايه بقى؟ طبعا معروف البيبليوتيك، كل الناس عارفه البيبليوتيك فيها ايه؟ فيها دي ليفغ اي، ها دي ليفغ اي دي ديكسيونير، عمرها ما يكون في راكيت ولا بال ولا عمر في دي فيتمون ولا اكسسوار. وطبعا الاختيارات واضحه جدا اللي انا عايز اقول لكم عليه، ان احنا بالحاجات اللي احنا خدناها دلوقتي هنطلع بس فاصل قصير ونرجع نكمل تاني مرة تانية بعد أذان العشاء، ونكمل مع بعض ما قد بدأناه، وكنا في القسم التاني في الإكزامان اللي هو قسم السيتياسيون، وخلاص يعني قربنا نخلصه عشان نخش بقى على الجرامير ونشوف الكاليتي اللي أنا بقول لكم عليها موجودة أكتر في الجرامير، لأنه لازم أعرف الاختيار. اختيار الجرامير على فكرة بيبقى القرب ما بين الاختيارات الأربعة بيبقى أقرب بكتير من السيتياسيون أو حتى من الدوكيمون، فخدوا بالكم من الحكاية دي، يعني الجرامير بالذات أركز فيه شوية. نرجع تاني للسيتياسيون ونشوف الموقف اللي قدامنا بيقول إيه. بيقول فو دوموندي، يعني أنت اللي بتسأل. طيب خلاص ماشي، أنا سألت، إيه المطلوب؟ هقول سؤالي ولا هيرد على سؤالي الشخص؟ والله هو قال لك فو دوموندي افوتر امي كيل سبور il fait، فو دوموندي افوتر امي كيل سبور il fait، ده السؤال اللي انا سألته. طيب هقول سؤالي بقى ولا هو اللي هيرد؟ لا هو اللي هيرد. ليه؟ لان هو بيقول لي il dit، هو اللي هيرد، هو اللي هيقول، هيقول لي je fais les courses، وطبعا جو في لي كورس نفتكرها مع بعض ونروح على طول على الداتا شو بسرعه، هنقول جو في لي كورس وجو في دي كورس، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لما يقول لي جو في لي كورس و جو في دي كورس، يا جماعه جو في لي كورس ده الشوبينج اللي انا بعمله او المشتريات اللي انا بعملها خاصه بالبيت كله، يعني كل يعني حاجه البيت كلها. لكن جو في، يعني جو ريبيت جو في لو كورس، دي هتبقى طبعا ليه؟ دي خاصه بالميزون كله، لا ميزون اللي هي جو في دي كورس. اما لما يقول لي لي كورس دي هتكون خاصه بالكويزين، انا بدات بالميزون، لا انا ببدا اهو جو في لي كورس، لما يقول لي لي كورس يبقى دي حاجه الحاجات الخاصه بالكويزين بالمطبخ والحاجات اللي تخص الاكل اللي المفروض احنا بنشتري الانجريديون بتاعته. لكن لما اقول جو في دي كورس بقى بشتري حاجه البيت بصفه عامه بقى، اي حاجه في البيت. طيب نرجع تاني للداتا شو ونقول او لللاب ونقول فو دوموندي ا فوتر امي كيل سبور il fait il dit je fais les courses ولا je fais de la natation ولا je fais des devoirs. طبعا اجابه واضحه جدا وصريحه جدا لان في الوحيده اللي فيها كلمه ناتاسيون. سؤال بقى، هو للدرجه دي يعني هو عايز يكون في حاجة مختلفة في الاختيارات الثلاثة؟ لا، ما انا هقول لك هو ايه حكاية الكورس دي. خدوا بالكم الكورس دي لوحدها ده جاي في فيرب اسمه فيرب كورير، وفي كورس بيي، يعني ايه اللي هو العدو اللي هو لا كورس بيي اللي هو لا كورس ا بيي،
الكوخس بي دوت اللي هو ايه؟ اللي هو العدو. انا عايزك بس تركز معايا في كلمة كوخس دي، شبه كلمة كوخس اللي هي دي، ايه الفرق؟ خدوا بالكم المشتريات والحاجات اللي انا قلتها ديت فيها اس، ودي ميزة للكلمة كوخس. لكن الكوخس اللي انتوا شايفينها قدامكم دي يا شطار، ده اللي هو ايه؟ اللي هو مسابقة الجري. فالناس تقول اه ده انا سمعت ان كلمة كوخس بي ديت اللي هي رياضة، فانت هتختارها من ضمن الرياضة. لا، الكوخس غير الكوخس، اه نفس النطق بس طبعا المعنى مختلف، والاختوغراف كمان مختلف. ناخد معانا تليفون من السعودية. الو الو، الو، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا مستر؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ كل سنة وحضرتك بخير. وانت طيبة حبيبتي. معانا مين من السعودية؟ اهلا منى. يا اهلا يا منة. طمنيني لو عليكي، سمحت، طمنيني عليكي، خلصتي انا المنهج؟ كويسة الحمد لله يا مستر. لو سمحت، عايزة حضرتك، احنا عمري مستوياتنا ضعيفة في الفرنساوي، انا واختي ثالثة تمام ثانوي، تمام مستوياتنا ضعيفة في الفرنساوي لأن احنا بنذاكر منازل، تمام من فعايزين حضرتك توصل لنا بس المعلومة بشكل أوضح لو سمحت، حاضر، من عناية. أنا طبعا وصل وترجم لنا لو سمحت والنبي يا مستر. من عناية الاتنين، حاضر. أنا هحاول بقدر المستطاع إن أنا هترجم لكم أكتر. خلاص، مش أنت عايزة ترجمة أكتر؟ اه، ترجمة وجرامير بس بطريقة أبسط لو من سمحت. عناية الاتنين، حاضر، من عناية الاتنين. وبعدين عايز شكرا اقولك على حاجه يا لحضرتك. منا، يعني خلاص، يعني ميرسي حبيبتي، اقفلي واسمعينا من التليفون، من التلفزيون. احنا عندنا في البرنامج بعد ما بيخلص على طول بينزل على اليوتيوب، فانتي يعني يا ريت ايوه حضرتك يا مستر، احنا ما بندخلش على اليوتيوب ولا اي قنوات بره مصر التعليميه، احنا بس ما بنسمعش غير هو مصر التعليميه على الهواء مباشر بس. طيب اوكي ماشي، خلاص ماشي حبيبتي، خلاص اوكي. شكرا من لحضرتك، لو سمحت ممكن رقم حضرتك الشخصي؟ خلاص ماشي، ممكن تاخديه من الكنترول. ماشي اوكي، شكرا يعني لحضرتك. تحت امرك وربنا يوفقكم ان شاء الله. طبعا يعني اكيد في يعني مش منا بس هي اللي محتاجة، في عايزة مراجعة في الجرامير، وعايزة كمان ممكن تكون اتعرضت لظروف يعني خلتها أثرت شوية في يعني انتهاء المنهج، أو في حاجات ضاعت منها. ما تقلقوش، احنا لسه في قدامنا فرصة، والنهاردة إن شاء الله أول حلقات المراجعة بإذن الله. هناخدها كده واحدة واحدة مع بعض، وبعدين هننبه وندي جرس كده على الحاجات اللي ممكن تعمل كونفيزيون أو لابسوس ما بين الاختيارات الأربعة اللي هيجولكم. فيعني ننبه ليها ونقول خدوا بالكم انه الفيرب ده ليه معنيين، الكلمه دي ليها معنيين، الكلمه دي شبه دي. فده الكاليتيه اللي انا بقول لكم عليها، هو ده الكاليتيه اللي انا بقول عليها ان احنا لازم نحطها في الاعتبار. طيب نرجع تاني، شكرا يا منى على اتصالك، ونرجع تاني للكيستيون اللي احنا كنا فيه، وبسرعه كده عشان نلحق ناخد ان شاء الله الجرامير ونخلص الاكزامان النهارده. بنقول ان كوبان سانفورم سور فوتر اوريجين، خدوا بالكم كوبان معناها صديق، الصديق بتاع الخروجات يعني اللي هو بيخرج يعني مع الاصدقاء. سانفورم، هنا سانفورم يعني بيسال، ها سور فوتر اوريجين، يعني الراجل اللي بيحط الامتحان بيخاطبنا انا، خدوا بالكم يعني الراجل اللي حط الامتحان ده بيخاطبك انت كطالب، بيقول لك يا ابني العزيز في واحد سألك عن الأوريجين بتاعك. هو بقى سألك قال لك ايه؟ يعني ايه دي؟ هو قال ايه؟ يبقى اكيد هيقول سؤال. طب يعني ايه كلمة أوريجين؟ شطار، أوريجين دي معناها انت جاي منين؟ من انهي بلد؟ يعني الناسيوناليتي. معقولة هو في كلمة بتعبر عن الناسيوناليتي غير الناسيوناليتي؟ طبعا، لو نرجع كده للداتا شو، وانا اقول لك، انا اقول لك ايه اللي بيعبر. بص معايا، انا عندي فيرب اسمه فيرب فينير اهو. تخيل ان فيرب فينير ده لما حد يسأل بي يقول له انت جاي من انهي بلد، يقول له تو فيان او فو فيني. طبعا طالما ما يعرفوش اكيد هيعمل معاه فو فوامون، لانه ما يعرفوش، مش هيقول له تو، يعني هيقول له فو فيني de او دو.
انت جاي منين، او دو كيل بيي، دو كيل بيي، من انهي بلد، يعني انت جاي منين وجاي منين، ها من انهي بلد. طب ده سؤال بفيرب فينير يمشي معاه كلمة ايه؟ الاوريجين، اللي هو الاصل. يعني ايه الاوريجين؟ يعني ايه الاوريجين بتاعك؟ جاي من انهي بلد؟ طب ايه تاني؟ جاي كمان من ناسيوناليتي. اهي الناسيوناليتي، يعني ايه الناسيوناليتي بتاعتك؟ كل دول ثلاثة دول بالذات بأكتر حاجة بتعبر عن حكاية الناسيوناليتي. لما اجي اجاوب بقى على السؤال ده وعرفت ان هو بيسألني، فهو اللي هيقول السؤال بتاعه، انا هقول قال لي ايه، هو هيقول لي كلي تا ناسيوناليتي، ايه هي الجنسية. عمرها طبعا ما هتكون كلي لا دات دو نيسانس، ها ما ينفعش اقول له كلي تا دات دو نيسانس اللي هو تاريخ الميلاد، ولا ينفع كمان اقول له او هو هيقول لي في السؤال بتاعه كلي تا بروفيسيون، ايه المهنة بتاعتك. كيف بالنسبة لكلمة المهنة، اكتبوا معايا في الكيه بتاعتكم معلش، كلمة مهنة اللي هي كلمة بروفيسيون، بروفيسيون اهي، دي بتساوي شطار، بتساوي كلمة ميتيه. الميتيه دي اللي هي مهنة برضو، بس دي أعم شوية، الميتيه دي أعم من كلمة بروفيسيون. ليه أعم؟ ده موظف، يعني إيه لازم يكون موظف عشان اقدر اقول ايه البروفيسيون، يعني ماسك، يعني ماسك في وظيفه في شركه خاصه او شركه حكوميه، يبقى نقدر نقول مش شرط شركه، يعني ممكن يكون بروفيسور، ممكن يكون ميدسان، ممكن يكون اي حاجه، لكن الميتيه دي شامله كله بقى، شامله المهن وشامله يعني الحرف، زي مثلا هديكوا اكزامبل، زي مثلا كلمه اوفريي، اوفريي دي يعني عامل، ما هو عامل ده ميتيه، لكن ما يكونش ايه؟ ما يكونش بروفيسيون، العامل ده ميتيه مش بروفيسيون. طب الميدسان الدكتور ده، الاثنين ميتيه وبروفيسيون، خلاص كده؟ اي حاجه حرفيه تبقى ميتيه، لكن اي حاجه، اي وظيفه تانيه تبقى ايه؟ تبقى ميتيه وبروفيسيون، الاثنين مع بعض. فلو جالك حاجه عن الميتيه تعرف انها ايه؟ ان هو بيتكلم عن المهنه. طب ايه الافعال اللي ممكن يتكلم فيها في الموضوع ده؟ فيرب فير، معقول؟ اه طبعا معقول. يقول لك ايه؟ يقول لك كو في تون بير، بابا بيشتغل ايه؟ كو في تون بير، هو السؤال بيسأل عن مهنة. اه تخيلوا، يعني في فير ده هنا بيسأل عن المهنة، عشان كده التلات الاختيارات الأربعة اللي هيقولها لك فيهم مهنة. خلاص يا شطار، يبقى في هنا كو في تون بير يقصد ايه؟ يقصد بيها ايه؟ المهنه. نرجع تاني للسؤال، قلنا هنا خلاص الناسيوناليتي، نروح على طول على السؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده بيقول طبعا ده الجرامير، وده احنا خلصنا السيتياسيون كده ان شاء الله، ان شاء الله بالطريقه دي كده لغايه اللحظه دي، اعتبر ان في 24 درجه في جيبك خلاص، ونشوف بقى 16 الباقيين بتوع الجرامير اللي هم 16 بوان، 16 درجه، 16 سؤال ب 16 درجه، كل سؤال عليه درجه باربع اختيارات. طيب يا شطار، نشوف اول سؤال عايز مني ايه. هو معقول هيديني اختيارات؟ خد بالك مش ثلاث اختيارات بس، انا قلت اربع اختيارات. ايكول اي تري جروند، ايه المطلوب مني؟ احط ديمونستراتيف مناسب، س ولا سي افيك تي ولا ست. طبعا ده مبني على المو، الكلمه اللي بعد النقط على طول. لو كانت ماسكولان هقول س، خدي بالك يا منى واختك كمان تاخد بالها، وكل الناس اللي عايزه تركيز شويه في الجرامير، خدي بالك، خديها نصيحه مني، كل الناس تاخدها نصيحه مني، انه سؤال الجرامير عشان تبقى فيه بارفي راجع كلمات الماسكولان والفيمينان. هقولها تاني، هكرر تاني، الجرامير ان لم يكن نص الجرامير
رايح للماسكلان والفيمينا، يعني مش عايز اقول لك ان انا ببالغ، بس فعلا الجرامير كل القواعد بتاعته مبنية على الماسكلان ومبنية على الفيمينا ومبنية على البلوريال. فعندك هيجي لك اكتر من سؤال، مش عايز احدد بالعدد، لكن هيجي لك اكتر من سؤال مبني على الماسكلان والفيمينا. طب اعمل ايه؟ راجع كلمات كل واحدة، شوف كلمة دي بادئة بان ولا بادئة بان، بادئة بلو ولا بادئة بلا، وانت هتعرف انها ماسكلان ولا فيمينا. نرجع تاني هنا، ايكول فيمينان طبعا كلنا عارفين. وعرفت منين؟ طب فرضا في طالب قال لك والله كلمة ايكول مدرسة، هي مشابهة باللغة العربية مدرسة، يبقى هي فيمينا عشان هي بالعربي فيمينا. لا، اوعى تحسبها بالطريقة دي، اوعى تحسبها بالطريقة دي. مش كل الكلمات الفيمينا في العربي تبقى فيمينا في الفرنسي والعكس، لكن لازم تحط في اعتبارك ان ممكن يجيب لك دلائل تساعدك في الجملة زي الادجكتيف. يعني بص، الادجكتيف اللي قدامنا ده اللي هو الصفة، يقول لك ايكول اي تري جراند، ما قالش يعني ما جابلكش اي حاجة تانية، اللي ده جاب لك صفة والصفة كمان فيها الاكور بتاع الفيمينا. خلاص، يبقى الايكول اتعرفت حتى لو انت مش عارف ان الايكول فيمينا. طبعا الاجابة هتبقى الاخيرة. طب سؤال بقى، اللي في النص دي اختارها امتى؟ هو ده السؤال. طب وليه الراجل اللي حط السؤال يعني تعمد ان هو يجيب لك الاختيار التاني اللي هو اختيار بي ده مع كلمة بادئة بمتحرك؟ لان هو عارف ان في طلبة بتعرف، لو نبص كده مع بعض في اللي انا هكتبه دلوقتي على الداتا شو، هي السي او تي دي بتيجي امتى؟ هي بتيجي يا جماعه مع الماسكولان بس اللي بادئ بفويل. يعني عندي ماسكولان اللي هو بادئ بكونسون عادي، بادئ بحرف عادي مش فويل، والفويل يعني حرف متحرك. الناس اللي هي عايزه تعرف يعني ايه يعني التعبيرات اللي انا بقولها، فويل يعني حرف متحرك، وكونسون يعني بقيه الحروف اللي هي الحروف الساكنه. لو عندي كلمه ماسكولان بادئه بكونسون، بادئه بحرف ساكن، خلاص يبقى انا هختار لها الكلمه دي اللي هي ايه؟ اللي هي سو، زي كلمه جارسون اهي، يبقى سو جارسون. طيب لو في فيمينا بادئه برضو بكونسون زي في، هقول ايه؟ اقول سات في. طب ايه رايك كلمه ايكول فيمينا بادئه بفويل، اختار لها السي او تي عشان الفويل ده؟ قال لك لا، دي معمولة للماسكولان اللي بادئ بفويل، زي كلمة اوتيل، اقول سيت اوتيل، اوتيل ماسكولان بادئ بفويل، عشان كده اخترنا له السي بتي واحدة، لكن دي الايكول هتبقى ايه؟ سات، وماليش دعوة بالفويل ده خالص، ده كأنه مش موجود، انا هتعامل على الفيمينا والماسكولان، لكن حكاية الفويل دي مع الماسكولان بس. طبعا يا ريت كل الناس يكونوا فهموا الحتة دي، فعشان كده احنا اخترنا في الاختيارات بتاعتنا اخترنا ست ايكول. اللي بعده 25 بيقول لي ايه؟ بيقول لي جو نو بوا و دو كافي، يبقى جو نو بوا بيرسون دو كافي، ولا جامي دو كافي، ولا ريان دو كافي. طبعا الاجابه المعروفه اللي هي جامي، لان مش هينفع بيرسون ومش هينفع ريان. وهنا لازم اقف واقول لكم كلمتين مهمين جدا. في ناس بتستصعب النيجاسيون، بتستصعب النفي، اوعى تستصعبه، ده في منتهى 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 السهوله. ليه في منتهى السهوله؟ خد بالك، لانه ايه؟ اللي بيحط الامتحان ده راجل مش اي حد، ده حد بيوزن كل حرف بيوزنه، يعني عمره ما هيجيب لك نيجاسيون تتلخبط ما بين اختيارات. يعني ايه؟ احنا عندنا في المنهج بتاعنا مثلا انه مش شرط كلمة الدالة نختار لها نفي معين. احنا كده في المنهج بتاعنا ممكن دلوقتي اديك سؤال تنفيه واجيب لك نفي غير الكلمة ايه؟ غير الكلمة اللي بيقول عليها خالص. يعني مثلا حد بيقول لواحد ايه؟ انت لسه بتسافر؟ يقول له ايه؟ يقول له انا ما بسافرش خالص. يعني ممكن كلمة انكار دي، لو انتوا بصيتوا كده كلمة انكار
انكور اللي هي النافيها بلو، كل الناس عارفه كده كلمه انكور دي، نافيها بلو معروفه. فواحد بيقول لواحد ايه، بيقول له فو فواياجي انكور، هو انت لسه بتسافر؟ الراجل رد على قال له ايه، قال له نو جو نو فواياج. المفروض بلو ده الصح، لان في العلامه بتاعتنا اللي هي كلمه انكور. طب واحد تاني قال لك ايه، طب ما ممكن يا مسيو اقول ايه، اقول جو نو فواياج جامي، نفعت يا مسيو ولا ما نفعتش؟ طبعا نفعت. طب ده معناه ايه، معناه ان الاعتماد على الكلمه يا شطار في النفي بالذات بيبقى في جزء منه معنى. يعني انت لو تقصد ان انت انا ما بسافرش خالص، مش معنى ان انت بتقول لي انكار يعني انا خلاص اكدت ان انا بسافر، لا انا ما بسافرش ابدا اصلا يعني. فالجمله نفسها صحيحه، جمله مظبوطه اورالمون والكري وكل حاجه مظبوطه. عشان كده في النفي يقول لك ما تعتمدش اعتماد كلي على ايه، على العلامة، الا في علامات معينة انا هقول لك عليها دلوقتي. احنا عندنا كام نفي؟ عندنا سانك، عندنا 5 انواع من النفي في المقرر بتاعنا كله، عندنا سانك. طلع البا، نطلعها ليه؟ لان با تري 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 ديريكت، مباشرة جدا. النفي بنو وبا تري ديريكت، عمره ما هيسألك فيها اصلا في الاكزامان. ده رأيي الشخصي يعني، ده رأيي الشخصي ان مش هيسألك على نو با يعني، خلاص سألنا عليها في أولى ثانوي وتانية ثانوي، لكن في تالتة ثانوي في أولوية لحاجات تانية اللي هم الـ4 أنواع. إيه رأيكم نراجع عليهم كده بسرعة الـ4 أنواع دول، وأقول لكم السؤال ممكن يجي إزاي؟ هقول لك، إحنا عندنا أول نوع كلمة لو جالك أي حاجة تخص الأشخاص، زي كلمة مثلا كلكان. كلمة كلكان، كلكان يعني ايه يا شطار؟ يعني شخص ما. طب ايه غير كلكان؟ في كلمة كي اللي هو السؤال بتاع كي، يبقى في كلمة كلكان وفي كلمة ايه وفي كلمة كي. طيب ده بيتنفي بايه؟ بيتنفي بنو وبيرسون. طيب في حاجة تانية اسمها كلكي شوز. ايه تاني؟ قال لك السؤال اللي هو كو وكوا، الاثنين زي طبعا زي بعض، كو وكوا وكاسك زيهم. الكلك شوز والكو والكوا نفيهم ايه؟ نفيهم نو وايه ونو وغيان. حلو قوي. النفي الاولاني والتاني اللي انا قلت لك، اللي انا بقول عليهم دول، ده وده، لو جالك كلكان وكي خلاص مفيش حل تاني، هو بيرسون بيرسون. لو جالك كلك شوز وجالك كو وكوا هو غيان، مفيش كلام، انتهى الموضوع. لكن انتبه بقى للنفي اللي جاي، انتبه للنفي اللي جاي. ايه النفي اللي جاي؟ قال لك انكور. كلمه ايه يا شطار؟ كلمه انكور. احنا كده خدنا 2 ننتبه منهم مهمين جدا، اللي هو ايه، اللي هو كلكان وكي يبقى نو بيرسون، كلك شوز ها وكوا وكاسك يبقى ايه، يبقى نو ريان. خلاص دول نقفل عليهم الصفحه كده، ودول ايه نعتبر ان دول هم اللي هيساعدوني ان انا احل جمله النفي. طيب تعالوا نشوف النوعين التانيين، انا قلت 5 نشيل منهم با، يبقى في 4، حطينا 2 على جنب اللي هو نو بيرسون ونو ريان. تعالوا بقى في الاثنين اللي جايين دول، مين هم؟ لما يجي لك كلمه انكور هتنفيها بنو وبلو، وهنا النفي بالمعنى ايضا، يعني مش بانكار، مش بانكار، مش بانكار بس، هو انكار علامة علامة للبلو، للبلو، بس برضو اعرف ان في حاجة اسمها النفي بالمعنى. لو انا اقصد ان انا بطلت اعمل اي حاجه ايا كان سؤالها، هجاوب بنو بلو، هستخدم نو بلو. طيب ايه تاني؟ قال لك كلمه توجور، ده النوع الرابع والاخير. كلمه توجور، توجور دي يعني ايه؟ دائما. كلمه سوفون، غالبا او دائما برضو. كلمه كيلكو فوا،
ها كلك فوا، وكلمة ها ايه تاني، ها يقول لك كلك فوا ايه تاني، يقول لك توت فوا، يبقى كلك فوا وتوت فوا اللي دولت برضو معناهم دي بعض الاحيان، ودي معناها في معظم الاحيان او احيانا توت فوا. كل دول بيتنفوا بنو ايه، بنو جامي. طب ايه، هرجع تاني واقول النفي برضو بالمعنى، يبقى في اتنين بالمعنى وفي اتنين بالعلامة. الاتنين اللي بالعلامة اللي هما النو بيرسون والنو ريان، الاتنين بالمعنى اللي هو ايه، اللي هو لو جالي انكور او ما جاليش ممكن انفي بنو بلو، ولو جالي دول او ما جاليش ممكن انفي بنو جامي، والمعنى لو كان ماشي بالجملة خلاص انا استخدمها. خلاص اخر حاجة، اخر جملة عشان للأسف الوقت خلص، وعلى وعد ان شاء الله زميلتي العزيزة المتميزة تنير الألفي هتكمل معاكم نفس الاكزاما، والاكزاما اللي هي محضراه ان شاء الله بالمواصفات الرسمية بقى اللي انا قلت عليها النهاردة ان شاء الله، يعني كتوقع تمام. هنشوف الجرامير ده كله بإذن الله بالتفصيل. اللي انا عايز اقوله في النفي بالذات، خد بالك الراجل اللي بيحط الامتحان مش هيحطك في حاجة احتمالية، هي حاجة صارمة، يعني كلكان يعني بيخسان خلص الموضوع، كلك شوز يعني غيا خلص الموضوع، ويجيب لك حاجة بعيدة عن الموضوع خالص، يعني جايب لك الأربع اختيارات فيهم واحدة بس صح والباقي كله ما ينفعش. الموضوع ده إن شاء الله هنشوفه في الأيام اللي جاية. أشكركم شكر جزيل جدا، و نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الطلبة أبنائنا الأعزاء، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله. ميرسي، أو ريفوار.